بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم مرة أخرى في هذه المحاضرة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني وإياكم بها. أبقى أسمع إذا كان هناك استشكال في شيء مش واضح. طبعا واضح أن احنا في آخر المنهج وآخر الأسابيع، المسألة تحتاج منا إلى شيء من التركيز، ويعني المحاضرة مسجلة بإمكان الأخوات يعيدون الاستماع إليها، وإذا كان هناك سؤال أو استفسار أنا مستعد أسمع وأتناقش معكم للتوضيح إن شاء الله، وإن الله نحن نوضح ما يحتاج إلى توضيح. أسمع منكم إذا كان هناك، أو تكتبون إذا كان هناك إشكال أو في استفسار. الأول قد يأتي السؤال فيه نظريا وقد يأتي عمليا. نظريا مثلا يقول: ما هي المسألة العائلة؟ ما هي المسألة العادلة؟ ما هي المسألة الناقصة؟ هذا نظري، ويعني قد يكون هناك يعني جوانب عندنا. ناخذ التصحيح، ويعني ان شاء الله يعني يكون موضوع خفيف عليكم ان شاء الله تعالى. عندنا مصطلحات، احنا نمر على الورثة أن الورثة متعددون، يعني اثنين ثلاثة، عددهم اثنين أو ثلاثة، ونصيبهم لا يقبل القسم عليهم إلا بكسر، واحنا دائما نحرص على عدم وجود الكسر. يعني مثلا هنا البنتان 16 نصيبهم، كل واحدة لها 8، ما في مشكلة ولا لا؟ كل واحدة تأخذ إيش؟ 8. هذه لها، البنت لها 8 وهذه لها 8، إذا منقسمة عليهم بدون كسر. لكن مثلا ناخذ مسألة أخرى، مثلا كذلك هنا 8 شقائق، كل واحدة لهم على 8، كل واحدة لها سهم ولا لا؟ منقسمة عليهم. كذلك هنا كل واحد لها واحد، الزوجات كل واحد لها واحد، الجدتين كل واحد لها واحد، منقسم عليهم. واضح الشيخ يعني مختار الأعداد بعناية. هنا كل واحد لها 4، هذه تنقسم، ما في انكسار. إلى الآن ما جاء الانكسار. الانكسار يظهر إذا كان العدد لا يتوافق، العدد لا يتوافق. يعني ممكن كل المسائل اللي ذكرها الشيخ هنا ليس فيها انكسار، يمكن نختارها الشيخ بعناية حتى ما يحصل هناك لبس للطلاب. ناخذ يعني مثال احنا على الانكسار حتى يتضح جيدا. مثلا عندنا شخص عنده زوجتان وابن، ما نبي نكثر ونطول او ينقص الى يعني تتضح المسألة. الزوجتان لهم كم؟ 8، صح؟ لوجود الابن، والابن له الباقي. كيف نؤصل المسألة إذا كان عندنا فرض واحد؟ خلاص نفس هذا المقام نجعله أصل المسألة. زين، 8 تقسيم 8 فيها 1 ضرب 1 1، و7 للابن. الآن هذا الواحد كم عدد الزوجات؟ 2، كل واحد اخذ نص الواحد ولا لا؟ احنا ما نريد في الفرائض نضع كسور،
نحاول أن نضع أرقام صحيحة. ففكرة التصحيح أن نحن نكبر العدد هذا اللي هو الأصل، ونكبر هذه الأعداد حتى يحصل لكل واحد منهم عدد صحيح بدون كسر. لكن التكبير لابد يكون على قواعد وضوابط. ما يصلح مثلا خلي أحسب مسألة يعني 16 واحد، خلي البنات لهم 4 وحقهم واحد من 8 8، 4 من 16 ربع، إذا اختلت عندي. لا، لابد يكون الزيادة منضبطة، يعني لا يؤثر هذا على نصيب كل وارث. فالفقهاء رحمة الله عليهم قالوا هذا بين الواحد والاثنين انكسار. ما هو الانكسار؟ عدم انقسام السهام على الورثة أو بعضهم، هذا هو الانكسار. يعني اثنين واحد سهم والرؤوس هم اثنين ما ينقسم عليهم. الانقسام هو انقسام السهم على الورثة بلا كسر، مثل ما علينا قبل قليل. 8 هم عددهم 8 ما في كسر. 8 ونصيب 4 هم 4 ما في كسر، هنا لا فيها كسر. المنكسر التي لا ينقسم سهامه على الورثة، وهذه تحتاج إلى تصحيح، هذا اللي تحتاج إلى تصحيح مثل هذه الحالة. الفريق هم الورثة المشتركون في نصيب واحد، يعني الزوجتان هنا يسمونهم فريق، يسمونهم ايش؟ فريق. عدد الرؤوس هذول كم عدد رؤوسهم؟ اثنين زوجتين، لو كانوا ثلاث وعدد رؤوسهم ثلاثة، لو كان أربع عدد رؤوسهم أربعة، خلاص الزوجات أقصى حد عندنا 4. بعض الورثة ما يقبل التعدد، الأب ما في عنده إلا أب واحد، والأم ما عنده إلا أم واحد، والجد عندنا واحد، والقريب يسقط البعيد. لكن أبناء عددهم غير محصور، البنات كذلك الأخوان والأخوات. في بعض الورثة لا يمكن حصر عددهم حسب ما يعطيها الله تعالى من الذرية المباركة. هنا يقول العلماء لتصحيح الانكسار، إما أن يكون الانكسار على فريق واحد أو على فريقين. احنا بناخذه كان على فريق واحد. هناك نظر بين السهم وبين العدد الرؤوس. هذا النظر إما أن يكون تباين، وهذا يعني ما عملنا فائدة، يعني سنأخذ العدد ما يتغير، أو توافق، والتوافق يدخل فيه التداخل في بعض صوره. التماثل هنا لا يرد علينا. ليش؟ لو كان السهم هنا اثنين وعدد رؤوسهم اثنين ما حصل انكسار أصلا، ولا لا؟ ما يحتاج إذن حينئذ ليه التماثل، لا يرد عندنا التماثل في هذه الصورة. إذا في مسألة الانكسار لا يمكن أن يتصور وجود تماثل بين السهام والرؤوس، لأن إذا وجد التماثل لن نحتاج حينئذ إلى الانكسار والتصحيح. إذا هي صحيحة، ليست قابلة للتصحيح. هنا الفريق واحد، الانكسار على فريق واحد ومن زوجتان، والسهم واحد وعدد رؤوسهم واحد. الواحد مع اثنين تباين، لا نستطيع ان نختصر اثنين، فتبقى الاثنين على ما هي عليه ونطلعها فوق، ثم نضرب فيها العمود كله، نضرب في اثنين حتى يكون الزيادة يعني متناسبة. اثنين ضرب 8 تطلع 16، يسمون هذا مصح المسألة، يسمونه مصح المسألة. والثمانية يسمونها أصل، أصل المسألة اللي درسناه قبل قليل. زين، ضربنا 2 في 8 16، 1 ضرب 2 2، 7 ضرب 2 14. ما الذي عملناه الآن؟ كبرنا الأعداد هذه، بس كبرناها بطريقة حسابية. الأمر الأول، أصغر عدد ممكن يفك الانكسار عندنا 16، لو حاولتوا ما تجدون أقل منهم، هذا واحد.
اثنين، أن الزيادة متناسبة مثل ما الأصل ضربناه في 2 صار 16، السهم هذا ضربناه في 2 صار 2، والسبع ضربناه في 2 صار 14. تلاحظون 1 من 8 تمن، 2 من 16 تمن، ما تغير، ما لعبنا بأنصبتهم. ما النتيجة من هذا العمل؟ أننا الآن نعطي كل واحدة من الزوجات سهم، بدلا نعطيها نصف سهم وواحد، كل واحدة لها نصف، صار لأنها سهم كامل وليس نصف سهم. هذا يعني إذا يعني كان الانكسار عن فريق واحد. نأخذ مثال آخر، عندنا ثلاث زوجات وثلاث أعمام، الزوجات لهن الربع والأعمام لهن الباقي. عندنا أصل مسألة واحد، أربعة قصدي، لأن فرض واحد، فتكون أصلها من مخرج صاحب الفرض أربعة، ربعها واحد وباقيها ثلاثة. هنا الأعمام ثلاثة وهم ثلاثة، هل هناك انكسار؟ لا، كل واحد سيأخذ واحد. لكن هنا الإشكالية وين؟ في الزوجات، نصيبهم واحد وعددهم ثلاثة، فنحتاج ان احنا نزيل هذا الانكسار، بدل نقول له حق الواحد الى ثلث ثلث ثلث، نريد ان نحول العدد الصحيح الى ثلث الواحد، طبعا مش هي واحد من اربعه، لكن هذا الواحد سيقسم على الزوجات، فعلى كل واحده ثلث الواحد، فنحن نريد ان نكبر الاعداد ونزيل هذا الانكسار. حدد الانكسار في ايهما الواحد مع الرؤوس الثلاثه. هل ممكن نختصر الثلاثة الآن؟ لا، لا يمكن نختصر الثلاثة، لأن الواحد مع الثلاثة لا يمكن اختصارها. هذا الثلاثة نطلعها فطلعها فوق وتصير جزء سهم، يسمونه جزء سهم، ويضرب فيه كامل عمود، هذا العمود يضرب فيه الثلاثة. لاحظوا معي، ثلاثة ضرب أربعة كم يطلع؟ 12. هذا ما صح المسألة. ثلاثة ضرب واحد ثلاثة، هنا سيكون لكل زوجة واحد. فك الانكسار، ما فك الانكسار، انفك. ثلاثة ضرب ثلاثة تسعة، لكل عم ثلاثة. هنا أصلا ما في انكسار، لكن مع العملية هذه لن يتأثر العم أبدا، العم لن يتأثر أو العم لن يتأثروا بهذه العملية، لأن الانكسار لم يكن عليه في البداية، لن يكون أيضا في بعد التصحيح. شو تلاحظون؟ أن العملية زيادة في الأرقام حتى تزول عندنا الكسور، فصار عندنا واحد من أربعة، ثلاثة من أربعة هي ربع، هنا ربع وهنا ربع، لكن ثلاثة من 12 أعطينا كل زوجة واحد عدد صحيح، أما هنا سنعطيها ثلث الواحد وهذا كسر. هنا ثلاثة من أربعة ثلاثة أرباع، تسعة من 12 ثلاثة أرباع، لكل عم له، كل عم له ثلاثة. هذا يعني الانكسار إذا كان بينهما يعني تباين. ودنا ناخذ إذا كان بينهما توافق عشان تتضح المسألة. هنا مثال جيد. جدة وزوج و12 شقيقة، 12 شقيقة، الجدة لها السدس والزوج له النصف والشقيقة الشقائق لهن الثلثين. تلاحظون أن الستة هي العدد الكبير تقبل قسمة على اثنين والثلاثة بدون باقي، فيكون أصل مسألة كم؟ ستة، سدسها واحد، نصفها ثلاثة، ثلثينها أربعة، اجمعهم صارت ثمانية. هذا هو العول اللي درسنا قبل قليل، الستة تعول إلى ثمانية. نعم، الستة تقول تعول إلى ثمانية. زين، جيد. الآن ننظر بين السهام والرؤوس. هنا جدة واحدة سهم واحد، الشخص المفرد ليس في انكسار، العدد الذي سيأتي سيقبل قسمة عليه، وزوج واحد له الثلاثة ما في انكسار. هنا سيرد الانكسار أين؟ هنا 12 شقيقة لهن أربع، سنضطر نحن نعمل تصحيح،
حتى ما يكون هناك انكسار. نريد أن يكون التصحيح في أقل عدد. طبعا أول شيء 6 هذه نشطب عليها، ما ننظر لها الآن، لأنها ننظر إلى العول بعد العول. إنزين الآن 4 و12 ننظر بينهم، تجد أن يقبل القسم على 4، فإحنا نختصر 12، نقول 12 تقسيم 4 فيها كم؟ 3. هذا فائدة النظر هذا، أن نحن نختصر الأرقام. بدل نطلع 12 سهم فوق ونضرب 12 في 8 وتطلع عندنا أرقام مثلا 106، أرقام كبيرة، لا، الآن سيخرج لنا أصغر عدد يحل عندنا الانكسار. كيف؟ من هذا النظر بين 12 والأربعة، وجدنا أنه يقول قسمة على 4، هذا يقول قسمة على 4 فيها 1، و12 تقسيم على 4 فيها 3، ونريد هنا تصغير 12، ما نريد تصغير 4، نريد تصغير 12، وطلع عندنا 3. هذه الثلاثة منين جات؟ نقول حاصل النظر بين رؤوس الفريق المنكسر عليهم 12 شقيقة وبين سهام 4، وجدناهم يقبلون قسمة على 4، فاختصرنا 12 تقسيم على 4 فيها 3، طلع الثلاثة فوق جزء السهم. نضرب فيها الآن، نضرب العمود كله، نضرب في 8، نضرب في 1، نضرب في 3، نضرب في 4، وسينحل عندنا الانكسار. اضرب 3 في 8 24، هذا مصح المسألة. 1 في 3 3، الجد لها نصيبها 3. 3 في 3 9، الزوج له 9. 3 في 4 12، كم عاد رؤوسهم؟ 12، كل واحد له 1. زال انكسار ما زال؟ زال انكسار بأصغر عدد، لن تجدون أصغر عدد من 24. هذا فائدة النظر هنا، أن النظر إذا كان صحيحا سيولد لنا حل الانكسار بأصغر عدد ممكن. ناخذ إذا كان الانكسار على أكثر من فريق، والعملية يعني متقاربة إلى حد كبير، يعني في متقارب لكن في إضافة عمل. 3 زوجات و10 أعمام، الزوجات لهن الربع والأعمام لهم الباقي. عندنا أصل مسألة من 4، لأن ما عندنا فرد واحد، مخرجه 4، يكون أصل مسألة من 4، ربعها 1 والباقي 3. هنا الانكسار على كم فريق؟ على فريقين، الواحد مع 3 لا يقبل القسم عليه إلا بكسر، والثلاثة مع 10 لا يقبل القسم عليه إلا بكسر. خلينا احنا نستخدم الألوان عشان بس تتضح عندنا الصورة. هنا الواحد مع 3، نختار لون ثاني، نحط مثلا الأزرق، 3 مع 10. انزين الواحد مع 3 لا يمكن اختصار 3، تبقى 3 على ما هي عليه 3. الواحد مع 10 ايضا ما يمكن اختصار 10، تبقى 10 مع يعني على وضعها. هنا الإضافة الجديدة أننا سننظر بين هذول العددين المثبت هنا، فالثلاثة مع 10 ما يمكن يعني يجتمعون في عدد، نضرب أحدهم بالآخر يطلع 30. الآن نضرب 30 في العمود هذا كله وسيزول عندنا الانكسار، وهذا أصغر عدد يزيل الانكسار. 30 في 4 120، 30 في 1 30، كم عدد الزوجات؟ 3، لكل واحد لهم 10، زال الانكسار. 30 في 3 90، كم عدد الأعمام؟ 10، كل واحد له 9. إذا زال الانكسار ما زال؟ زال. الزيادة هنا أن هنا صار يعني النظر هنا بين المثبتات. عموما يعني الغالب نحن نركز على الانكسار على فريق واحد، وإذا فهمناه راح نفهم إن شاء الله الانكسار على فريقين. عندنا الرد، هذا عكس العول،
عكس ايش العول، او احنا قلنا العول يعني يبقى عندنا اكس عندنا زيادة في السهام، اما العول يبقى عندنا نقص، تسمى مسألة ناقصة. ارجع ما يبقى في المسألة بعد اصحاب فروض على من يستحق منهم ليس في نسبة فروضهم. العول اختلف فيه العلماء على 3 اقوال، انه يرد على من يستحق من اصحاب الفروض، والقول الثاني انه الى بيت المال، والقول الثالث انه الى بيت المال مطلقا، وبعضهم قال اذا انتظم والا اذا لم ينتظم فيرجع الى الورثه. المعمول به هو القول الاول، القول الاول هو المعمول به، وهو ان الرد يرجع الى الورثه لانهم اهم اولى الناس به. شروط الرد: الا تستغرق الفروض المساله، يعني لابد يكون هناك باقي، ولا يوجد معصب، لان المعصب سياخذ الباقي، اذا وجد اذا اخذ الباقي لم يوجد هناك حينئذ رد، لان الرد عندنا يبقى عندنا باقي، فكره الرد وجود باقي. يعني مثلا عندنا زوج وبنت، الزوج له الربع والبنت لها النصف، عندنا كم أصل؟ يعني كم فرض عندنا؟ 2. كم مقامة؟ 4 و2. الأربعة أكبر من 2، تدخل الأربعة في 2، نعم نحط 4. ربعها كم؟ 1، ونصفها 2، باقي عندنا 1 ولا لا؟ هذا هو الرد. شو تلاحظون؟ نجي نطبق الشروط، هل استغرقت الفروض الأصل المسألة ولا بقي فيها باقي؟ لا، بقي فيها باقي. لكن لو استغرقت مثل زوج واخت شقيقة، الزوج له النصف والاخت شقيقة لها النصف، هذا ما بقي فيها شيء، هذا عادلة. زين، هل يوجد معصب؟ ما يوجد معصب، وإذا كان في المسألة قبل قليل حط مثلا أخ شقيق، لو كان أنا أخ شقيق ها؟ ما صار فيها رد، الأخ الشقيق سيأخذ الباقي، الباقي كم؟ 1. إذا هنا لن يتحقق الرد مع وجود ايش؟ عاصب، بأي أنواع العصبة، عصب بالنفس، عصب الغير، عصب مع الغير، أي أنواع العصبة لن يبقي هناك باقي. إذا الرد يستلزم وجود أمرين، وجود باقي وعدم وجود معصب، وعدم وجود معصب. من الذي يرد عليه من الورثة؟ المذهب عندنا والجمهور يرون أن الرد يكون على جميع الورثة ما عدا الزوجين، الزوجان لا يرد عليهما. نقدر نختار أصناف الذين يرد عليهم: البنت لأنها صاحبة فرض، كذلك بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت لأب، الأم، الجدة، والأخوة لأم. شو تلاحظون؟ لا يوجد عندنا عاصب، ما جبنا الابن ولا ابن الابن ولا الأخ الشقيق ولا الأخت ولا الأخ لأب ولا العم الشقيق ولا العم لأب ولا الأب ولا الجد ولا ابن الأخ الشقيق ولا ابن الأخ لأب ولا ابن العم الشقيق ولا ابن العم لأب ولا المعتق، لأن هؤلاء عصبة سيأخذون الباقي، وإذا أخذوا الباقي لا يوجد هناك رد، لا يوجد هنا نقص حتى يثبت ايش؟ الرد. العمل في مسائل الرد: ألا يكون معهم أحد الزوجين، والحالة الثانية كان معهم أحد الزوجين. إذا لم يكن معهم أحد الزوجين، فإذا كان شخصا واحدا فيأخذ المال حينئذ فرضا وردا. انتبهوا هنا، لابد أن نشير إلى هذا، النصف زائد الباقي ردا. ليه؟ لأن بعض الطلاب يكتب لي كل المال كده فقط، إذا لم يكتب فرضا وردا أو بهذه الصورة، كيف أعرف أن الرجال فاهم بين أو ميز بين العصبة والفرض والرد؟ يعني عندنا لو كان عندنا ابن صح كل المال، هذا يأخذه فرضا وردا ولا تعصيبا؟ تعصيبا صح؟ زين، لا، إذا لم يكتب لي هذا الكلام كيف اعرف انه فاهم الرد، او ان الرجال ملتبس عليه الرد بالتعصيب وفاهم هذا الموضوع؟ لا، لابد ان يكتب
فرضا او ردا، او يكتب النصف زائد الباقي ردا. هذه العبارة تدل على فهمه. كذلك لو صار عندنا جدة، اخت شقيقة لوحدها، كل هذا هؤلاء يرثون المال فرضا وردا. كذلك هنا لو كان عندنا صنف واحد، اخوة اخوات شقائق، نصيبهم ثلثين، نصيبهم ثلثين، هذا الفرض. لماذا اعطيناهم هذا؟ نقول فرضا وردا، فرضا وردا. ولابد تكتب هذه العبارة حتى اعرف ان الطالب فاهم موضوع ايش الرد. ان يكون اكثر من صنف وليس معه محل الزوجين، نعمل مثل ما عملنا في العول، بس عملية عكسية. العول زيادة، الستة توصل سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، 12 توصل 13، 15، 17، 24 توصل 27، لا هنا نقص. فمثلا أم وشقيقة، هل فيهم زوجين؟ أحد الزوجين؟ جواب لا. الأم لها الثلث والشقيقة لها النصف. الثلاثة مع اثنين فيها ستة، ثلثها اثنين ونصفها ثلاثة، باقي عندنا واحد، صح ولا لا؟ هذا فيها رد، وجد باقي. الأمر الثاني، لا يوجد معصب، تحققت فيها شروط رد. من هم هؤلاء؟ الأم والشقيق، هذا يرد عليهم. فش نسوي؟ نشطب على الستة ونحط خمسة، نجمعهم بخمسة. حينئذ سيكون الأم خمسين والشقيقة ثلاث أخماس، زاد نصيبهم، زاد نصيب لعدم وجود غيرهم من الورثة. طبعا هذه الشيخ صور فيها تصحيح يعني، ويمكن ما تلخبطكم. أم وثلاث أخوة لأم، الأم لها السدس والأخوة لأم ثلث. المسألة من ستة، واحد واثنين صارت أصل مسألة، نصح المسألة أو مرد المسألة ثلاثة. هنا انكسار بين اثنين والثلاثة، الثلاثة ما يمكن اختصرناها، طلعنا الثلاثة نضربها في الستة ولا في الثلاثة؟ الثلاثة. نضربها هنا في الواحد، نضربها هنا في اثنين، فنقول ثلاثة في ثلاثة تسعة، وثلاثة في واحد ثلاثة، وثلاثة في اثنين ستة. هذا هو التصحيح على فريق واحد. هنا أخت شقيقة أيضا وجدة وأخ لهم، الشقيقة لها النصف والجدة السدس والأخ لهم السدس. المسألة من كم؟ ستة، ستة مع ستة تماثل، وستة مع اثنين تداخل، نكتب الستة، يكون أصل المسألة ستة. نصفها ثلاثة، سدسها واحد، سدسها واحد، باقي عندنا واحد، إذا لا يوجد عندنا عاصب وبقي عندنا باقين، هذا هو الرد. نجمعهم خمسة، نشطب على الستة ونحط إيش؟ خمسة. هذا ما يتعلق ب إذا لم يكن معهم أحد الزوجين. إذا كان معهم أحد الزوجين فإما أن يكون معه صنف واحد فنعطي الزوجية حقهم، والباقي يأخذه صاحب الرد فرضا وردا. يعني مثلا عندنا زوجة وبنت، الزوجة لا يرد عليها فتكون لها ثمن، والبنت يرد عليها تأخذ النصف، باقي عندنا باقي ولا لا؟ فحينئذ نقول لها الباقي فرضا وردا، فرضا وردا. لو فرضا اللي هو نصف، وردا ردينا عليها الباقي وزدنا نصيبها. كذلك لو كانت زوجة وشقائق، الزوجة لها الربع والشقائق لهم الثلثين، هل يبقى عندنا باقي؟ نعم في باقي، لو أصلناها بتشوف عندكم باقي. كيف حينئذ نقول الزوجة لها الربع والشقائق لهن الباقي فرضا وردا؟ فالمسألة تكون من أربعة، واحد للزوجة والباقي للأخ الشقائق فرضا وردا. لو كان هناك أكثر من صاحب فرض مع أحد الزوجين، هذا هي التي فيها شيء من التطويل. وهذه أنا يعني أول شيء سأشرح قسم التركات، فإن بقي وقت شرحته، إلا فأنتم معفون عنها لأن فيها تطويل. وعندنا قسم التركات أهم منها، وهي يعني فيها شيء من الندرة. نأخذ قسمة التركات.
قسمة التركات هذا هي الهدف من الفرائض، وهو أن يأخذ كل ذي حق حقه، وكل اللي درسناه سابقا مقدمات، وهذا هي النتيجة، هذه هي النتيجة، أن نقسم التركة. والتركة كل ما خلفه الميت من حق أو اختصاص، من مال أو اختصاص. وتنقسم التركات إلى قسمين، ما يمكن قسمته بالعد، وما لا يمكن قسمته يسمونها تركة غير منضبطة. ونقتصر على كل يعني نوع على طريقة واحدة. الطريقة الأولى اللي هو إذا كانت اللي هو منقسمة عليهم، لما يقبل قسمة مثل الأموال، إذا يجيك واحد يقول أنا عندي تركة 10,000 قسمها علينا، هذه 10,000 قبل القسمة، وهذا الأغلب، حينئذ نعمل عملية القسمة، وهي على تعتبر قسمة في التركة على أصل المسألة، إذا كان هناك أصل وليس هناك عول أو انكسار. إذا كان هناك انكسار فنأخذ المصح، إذا كان هناك عون نأخذ العون، إذا كان رد نأخذ الرد، إذا كان هناك جامعة في بعض المسائل نأخذ الجامعة، نأخذ آخر شيء يعني العدد النهائي، ثم حاصل القسمة يضرب فيه نصيب كل وارث، يضرب فيه نصيب كل وارث. نأخذ الآن مثال على القسمة المنضبطة: زوجة وأم وبنت وبنت ابن وأخ شقيق. الزوجة لها الثمن وجود البنت، الأم لها الثلث لوجود البنت، البنت لها النصف لأنها واحدة، بنت الابن لها السدس تكملة الثلثين لوجود بنت، الأخ الشقيق له الباقي. عندنا الست مع الستة تماثل، الست مع الاثنين تداخل، باقي عندنا الست مع الثمانية قلنا أصلها 24، ثمنها 3، سدسها 4، نصفها 12، سدسها 4 باقي 1. ممتاز. هل عندنا انكسار؟ ما عندنا انكسار. هل عندنا عول؟ ما عندنا عول. هل عندنا رد؟ ما عندنا رد. إذن ال24 هو العدد الرئيسي، هو أصل المسألة. التركة 3840، نقسمها على ال24، 3840 تقسيم 24، عندنا 160. خلاص هنا نضرب كل واحد كل سهم في 160، نضرب كل واحد في 160، ولا بأس إدخال الحاسبة في الاختبار واستعمالها، ما في بأس. كل واحد 160، وسيخرج لنا حين هذا نصيبه من التركة. وكل اللي درسناه سابقا نصف وربع وسدس سيخرج الآن ثمرته هنا. فإذا جاتك هذه المسألة تقول للزوجة 160 في 3 0 8 18 1 480، ها تقول لها ايش 480؟ الأم لها 4 في 160 640، البنت 120 160 12 160 1920، 4 في 160 640، وهكذا 1 ضرب 660 يطلع 160. تلاحظون معي هذا هي الطريقة التي عملها الشيخ، قسمنا التركة على أصل المسألة أو مصحة، والناتج 160، نضرب نصيب كل واحد 160. الآن لو جمعنا الأعداد هذه كلها 460 480 640 و1920 و640 و160 تطلع لك 3840. إذا كانت عدد صحيح متوافق فالإجابة صحيحة حينئذ، وهذا الحل صحيح، هذا هو الحل الصحيح كما قال هنا: نجمع عصبة الورثة، وإذا كان موافق فهي صحيح. الطريقة الثانية نقول ما في داعي نطول عليكم، ناخذ اللي هو الطريقة المئوية، طريقة المئوية. الطريقة المئوية هذه تصلح للتركات خاصة غير منضبطة، خاصة غير المنضبطة. يعني مثلا لو كان عندنا
نفس الورثة ها والتركة مزرعة، مش مثلا يعني ما هي مثلا ما هي فلوس. فش نسوي؟ نطلع نصيب اللي هو ال 24 ناقص مسألة 3 4 12 4 1. هنا النسبة المئوية نقسم السهم على الأصل ونضرب الناتج في 100، فنقول لك 12.5%، 12.5% إذا كانت مزرعة مثلا. هنا نقول 4 تقسيم 24 ضرب 100 يطلع 16.60%، 12 تقسيم 24 ضرب 100 50%، 4 نفس الشيء، 1 تقسيم 24 ضرب 100 يطلع مثلا 4 فاصلة، طبعا ده فاصل مش صفر، انتبهوا يا بنات اخوات، فيكون عندهم 4.16%، وهذه هي النسبة المئوية. يمكن الشيخ شوي اعطانا مثال شوي فيه صعوبة، انا ادور لكم مثال اسهل يعني يعني اوضح. نقول مثلا زوجة وابن وام مثلا. الزوجة لها الثمن لوجود الابن، الابن له الباقي، زوجة وأم وابن، الزوجة لها الثمن لوجود الابن، والأم لها السدس لوجود الابن، والباقي للابن. هذا عندنا ثمن وعندنا سدس وهذا الباقي. المسألة من 24، ثمنها 3، سدسها 4، كم باقي؟ 17 للابن. لو افترضنا ان التركة مثلا 2400 أو 24000، نقسمها على 24، 24000 تقسيم 24 يطلع عندنا 1000. نضرب سهم كل واحد في 1000 يطلع نصيبه من التركة. بكل الزوجة 3000 والأم 4000 والابن 17000. اجمعوها 3000 مع 17 20 مع 4 24000، اذا العدد القسمه صحيح. ناخذ القسمه المئويه، نقول مثلا هالك عن زوج وابن والتركه نقول مثلا مزرعه. المزرعة ما يمكن يعني قسمتها إلا بالطريقة المئوية. هنا إذن نقول الزوج له الربع والابن له الباقي. المسألة من كم؟ من 4، ربعها 1 باقيها 3. المزرعة غير منضبطة، ناخذ الطريقة المئوية، نقول 1 تقسيم 4 والناتج نضربه في 100 يطلع عندنا
25%، وهذا 3 تقسيم 4، والناتج نضربه في 100 يطلع عندنا الناتج 75%. فنقول 75% للابن وللزوج 25%. هذا هو يعني المقرر عندنا، الحمد لله اتمنى بصورة ان شاء الله كافية وافية. بالنسبة ل يعني حتى من باب الفائدة لا بأس ان احنا ناخذ له ما دام في الوقت 3 دقائق، ناخذ مسألة انه الرد اذا كان في احد الزوجين وكان اكثر من وارث. عندنا طبعا اول شيء نتأكد ان المسألة فيها رد، يعني فيها باقي، يعني بعض الطلاب يحل المسألة على انها فيها رد وهي ليس فيها رد، يعني انتبهوا لها، لابد نتأكد ان فيها رد، فيها باقي. يعني زوجة ربع والأم السدس والأخ لأم، أو الأم الثلث والأخ لأم السدس، هنا فيها باقي قطعا، لا زال عندنا باقي نصيب منبسط. فش نسوي؟ نقسم مسألة الزوجية أول شيء، فنعطي الزوجة نصيبها. كم نصيب الزوجة؟ ربع لعدم وجود فرع الوارث، نحط 4 لها 1، والباقي للرد، أهل الرد بدون تفصيل، بدون تفصيل. هذه مسألة الزوجية يسمونها مسألة إيش؟ الزوجية. هذا كتاب الشيخ مسألة الزوجية. نجي الآن مسألة أهل الرد. الأم لها ثلث لعدم وجود الجمع الأخوة وعدم الفروات، والأخ لأم له السدس. ثلث وسدس بينهما تداخل تكون مسألة من 6. ثلثها 2 وسدسها 1. اجمع 2 و1 يطلع 3. نشطب على 3، نشطب على 6 ونحط 3. انزين. نجي الآن مرحلة المهمة جدا، وهي النظر بين الباقي بمسألة الزوجية وبين أصل مسألة الرد بعد الرد، نجد أن بينهما تماثل، تماثل. حينئذ نختصرهم إلى 1، وهذا يصير 1. نضرب هذا العمود في هنا في 1، 4 ضرب 1 فيها 4، 1 ضرب 1 فيها 1، انتهينا من مسألة الرد. تلاحظون أن نصيب الزوج لم يتغير، 1 من 4 و1 من 4، لأن احنا لن نرد عليهم شيء. هنا الآن الواحد هذا نضربه في أنصبة أهل الرد، ف1 ضرب 2 2، 1 ضرب 1 1. تلاحظون هنا استفاد أهل الرد الأم والأخ للأم في هذه المسألة، وبذلك تكون انتهينا من هذه المسألة. لو كانت مثلا التركة مزرعة، نقول 1 تقسيم 4 ضرب 100 يطلع مثلا 25%، 2 تقسيم 4 ضرب 100 يطلع 50%، 1 تقسيم 4 فيها 25 ضرب 100 يطلع 25%. هذا ما يتعلق بمسألة الرد إذا كان فيها أحد الزوجين مع أكثر من صاحب فرض. أسأل الله العظيم بالعرش الكريم أن ينفعنا وإياكم ما سمعنا، ويجعل من يستمعون القول يتبعون أحسنه. إذا أحببت أن يكون هناك لقاء نهائي إذا ذكرت المسألة المادة وحبيتوا تستشكلون عندكم أسئلة واستفسارات، يمكن نجعل لنا هناك لقاء أخير نتفق على موعده، نجيب على الاستفسارات والأسئلة التي قد ترد عليكم في أثناء المذاكرة. أسأل الله سبحانه وتعالى لكم التوفيق والسداد، وأن يكون فعلكم إن شاء الله الفائدة والاستفادة، ويعني إن شاء الله تكون أسئلة شاملة للمنهج، ما يكون هناك تركيز على جزء دون جزء، بحيث أن الطالب اللي يذاكر المذكرة يستحق الدرجة كاملة وهكذا. أسأل لكم التوفيق والسداد، وأستودعكم.